أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن، يعني الإمام موسى الكاظم عليه السلام، قال أبو الحسن عليه السلام: مر أصحابك، مر يعني أمر، مر فعل أمر، مر أصحابك أن يكفوا من ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين ويجتهدوا في عبادة الله عز وجل. الخصومة تعني الجدل والنزاع الكلامي، الخصومة سلوك بشري طبيعي، سلوك متوقع في ظل تعارض المصالح بين الناس، في ظل تباين آراء الناس، في ظل وجود حب الذات، الرغبة في الانتصار للذات وغير ذلك من العوامل. الخصومة أمر متوقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الخصيم من صيغ المبالغة، أي كثير الخصام، هذه الطبيعة البشرية، أي هذا هو أصل الإنسان في خلقته، نطفة صغيرة الحجم ضعيفة القدرة لا تملك قدرة على البيان، فإذا بهذه النطفة تتحول إلى إنسان متكلم مفصح عما في ضميره ومراده، سواء بالحق أو بالباطل، بالمنطق، بأنواع الحجة، حتى إلى مستوى السفسطة. ومع كون الخصومة سلوك طبيعي لدى الناس، ولكنه عندما يتحول إلى سلوك متكرر، أو يتحول إلى عنف جسدي مثلاً، أو عندما يتعلق بخصوصية معينة، فإنه يغدو سلوكاً منهياً عنه بشدة. في الحديث: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة. من الموارد التي ورد فيها النهي الشديد والنهي المتكرر فيما له علاقة بالخصومة، الخصومة في الدين، كما جاء في حديث ابن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السلام الذي بدأت به حديثي. وصدر هذا الحديث، هذه الكلمة، هذه الوصية، هذه النصيحة من الإمام الكاظم عليه السلام، صدرت بصيغة الأمر مع التعميم: مر أصحابك، فعل أمر ثم كل الأصحاب، مر أصحابك. فما خصوصية الخصومة في الدين، سواء في الداخل المذهبي أو فيما بين المذاهب، حتى يكون هناك نهي عنه بهذه الصورة؟ أولاً، الدين في جانبه الفكري، في جانبه الإيماني التشريعي، في جانبه الأخلاقي، في جانبه السلوكي، الدين يهدف فيما يهدف إليه، يهدف لتوحيد الصف وتحقيق القوة والتماسك المجتمعي. وغير خاف أن النزاع الكلامي، إذا وقع نزاع كلامي، هذا النزاع الكلامي في حد ذاته من أسباب احتقان المشاعر السلبية في النفوس، والذي يؤدي بالتالي إلى إضعاف العلاقات البينية، يعني العلاقات ما بين المؤمنين بعضهم البعض، وهذا يعارض الغاية السابقة. فما بالك لو تطور النزاع اللفظي إلى مواقف عدائية، أو إلى عنف جسدي، أو إلى خلق كيانات متصارعة وأمثال ذلك، لا شك أن المسألة تكون أسوأ. مع ملاحظة أن للدين قداسة في نفوس المتدينين، الانتماء الديني أو الانتماء المذهبي، أو حتى أحياناً الانتماء داخل عنوان محدد في المذهب الواحد، مثلاً الانتماء إلى مرجعية معينة أو إلى مؤسسة دينية معينة، وبالتالي فإن الخصومة فيه تكسب النزاع عند كل طرف صبغة القداسة، يعتبر أن انتماء لهذه الدائرة المحدودة انتماء مقدس، وأن من تكليف الشرعي أن يدافع وأن ينافح وأن وتصل المسألة إلى حد الخصومة، يعتبر هذا تكليف شرعي، وما إلى ذلك من تصورات، من عناوين، من شعارات قد يكون بعضها حسناً في ذاته، ولكنه في واقعه من تسويلات الشيطان. بتعبير أمير المؤمنين علي عليه السلام: كلمة حق يراد بها
باطل. وعندما يكتسب النزاع صفة القداسة والتكليف الشرعي فإن الخصومة تغدو في أشد صورها ومن أوسع الأبواب التي ينفذ منها الشيطان، شيطان الجن، شيطان الإنس كالمستكبرين، ليدمروا أوضاع المؤمنين وليفرغوا المجتمع الإسلامي من أهم عناصر قوته. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمر الثاني، لاحظوا أن طبيعة الإنسان التفكير والاجتهاد في الرأي، ولا يمكن استنساخ العقول. مهما تقاربت الرؤى، مهما تماثلنا في تفسير الأمور، لا بد من حدوث اختلاف في الفهم وفي التطبيق وفي الأذواق وفي العمق، حتى في تفاصيل فهمنا للدين وتفسير نصوصه يبقى هناك حالة من الاختلاف والتباين والتمايز. وإلا لما كان هناك اجتهاد في تفسير القرآن، لما كان هناك اجتهاد في الأحكام الشرعية في الفقه، لما كان هناك اجتهاد في المفاهيم الإسلامية، لما كان هناك اجتهاد في التاريخ، لما كان هناك اجتهاد في المسائل المرتبطة بما يعتقده الإنسان أو بما يؤمن به إلى آخر القائمة. وبالتالي فالتباين بيننا كمتدينين في دائرة ما نقبله وما لا نقبله، فيما نتبناه وفيما لا نتبناه، ضمن ما نقتنع به من حجج وأدلة، الاختلاف والتباين أمر طبيعي يجب أن نتقبله وأن لا نحوله إلى مادة للنزاع والصراع. والله سبحانه وتعالى لم يعين أحدا منا ليكون ناطقا باسمه أو لتكون له السيادة من قبله في إجبار الناس على ما يقبلون أو يرفضون من أفكار ومفاهيم وتفاسير ذات علاقة بالدين. كل ما هنالك أن علينا التبليغ، وهذا التبليغ يأتي وفق قاعدة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم من يقول أنك أنت على صواب والطرف الآخر على خطأ في تفسير هذا النص أو في فهم هذه الفكرة أو في تطبيق ذلك الأمر بشكل عملي؟ من الأمثلة الشائعة المقولات والتساؤلات التالية: لماذا تعتبر أن تفسير الآية بهذا الشكل؟ لماذا ترفض هذا الحديث؟ لماذا تفهم العصمة بهذه الصورة؟ لماذا أنت غير مقتنع بالرجعة؟ لماذا تنكر وقوع الحادثة الفلانية؟ لماذا تقلد هذا المرجع؟ لماذا لا تقلد المرجع الذي أقلده؟ وتدخل مع الطرف الآخر في نزاع كلامي طويل عريض وعصبية وصراع وكلمات جارحة وأحيانا غيبة وأحيانا بهتان وإلى آخر القائمة. السؤال: من يقول أن ما تتبناه أنت صحيح والطرف الآخر ما يتبناه خطأ؟ من يقول أن تقليدك هو الصحيح وتقليده باطل؟ من يقول أن المطلوب أن تقلد شخصا واحدا؟ من يقول أن هذه الطريقة التي اعتمدتها أنت هي الطريقة الصحيحة والتي اعتمدها هو هي الطريقة الخاطئة؟ بل ما شأنك أنت بهذا الأمر؟ كل ما عليك إذا كنت ترى أن هناك مسؤولية شرعية، إذا كنت ترى أن هناك خلل في الأمر، كل ما عليك أن تبين له مثلا شروط التقليد أو مرجع التقليد، كيفية اختيار المرجعية، وانتهت المسألة. أما الخصومة والمنازعة والتحقير والمحاسبة وأمثال ذلك فهي من الخصومة في الدين، وهي من الأمور المنهي عنها بشدة، وليست في سبيل الله، بل قد تكون أحيانا اتباعا لخطوات الشيطان وإن تلبست بلباس الدين. لو كان الأمر في إطار البحث العلمي لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون هذا البحث مدخلا للخصوم. هذا أمر يجب أن ننتبه إليه، لا نحول البحث العلمي إلى خصومة وتنازع وتشاحن، بل تبقى النفوس طيبة وتبقى العلاقات قائمة. متى ما ظهرت، هنا يجب أن نكون حساسين في هذه المسألة، متى ما ظهرت بوادر مخالفة لهذا الأمر، يعني مخالفة لحالة
التوافق النفسي، للصداقة، للعلاقات الإيجابية. فهذا يعني أننا حولنا البحث العلمي إلى ما نهينا عنه وهو الخصومة في الدين، وحين ذاك علينا أن نتجاوز الأمر، أن نترك الأمر. ثالثا، بعض الأحاديث تعرضت لشيء من أسباب النهي عن الخصومة في الدين، مثلا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إياكم والخصومة في الدين، فإنها لماذا؟ فإنها تشغل القلب عن ذكر الله. هذه أول نقطة ذكرها الإمام، فإنها تشغل القلب عن ذكر الله. يعني ما هي غاية الدين؟ غاية الدين أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى. وأنت بهذه الخصومة تصورت أنك تسير إلى الله وإلى رضوانه، والواقع أنها أبعدتك عنه، كما أنها شغلت تفكيرك، ولربما تشل التفكير عندما يستغرق الإنسان في هذا الأمر كثيرا ويعطيه بعدا شخصيا، وبالتالي تشغل التفكير أو تشله عن الأمور البناءة فكريا أو عباديا أو عن أعمال الخير أو عن الأمور التي تغير أوضاعنا الخاصة أو الأوضاع العامة إلى الأفضل. وعندما ينشغل القلب تتراكم الهموم، مما قد يؤثر على الصحة النفسية والجسدية. ثم يكمل الإمام عليه السلام كما في الرواية النقطة الثانية، السلبية الثانية، يقول: وتورث النفاق. الخصومة في الدين من سلبياتها أنها تورث النفاق. كيف؟ في أحيان كثيرة تتحول المسألة إلى قضية شخصية، يعني قد تكون في البداية منطلقها ديني إيماني، غيرة على الدين، غيرة على المذهب، لكن تدريجيا تتحول إلى مسألة شخصية. لماذا لا تتوافق معي أنا في هذا الرأي؟ أنا المقياس، أنا المعيار، أنا الذي أملك الحقيقة. فخصومتي معك في الواقع محاولة لانتصار للذات، لا لله ولا لدين الله. وهذا يفتح على الإنسان باب النفاق، لأن الأمر سيكون في ظاهره لله، سيكون في ظاهره للدين، ولكن في واقعه شخصي وذاتي، يعني خلاف ذلك. وهذا يعني نوع أو صورة من صور النفاق. الأمر الثالث، قال عليه السلام: وتكسب الضغائن وتستجيز الكذب. الثالث والرابع: وتكسب الضغائن وتستجيز الكذب. لأنه إذا حضرت الأنا فتحنا أبواب الصراع غير المقدس على مصراعيه، فنسمح لأنفسنا بأن نفجر في الخصومة، وأن نسخر من الخصم، أن نحقر الخصم، أن نسيء الظن في الطرف الآخر، أن نبهته، أن نتقاتل معه، أن نكذب عليه، أن نكذب بشأنه. كل هذه الأمور مفتوحة. لماذا؟ وضعت لنفسي مبرر، أنني أنا أدافع عن الدين، الحقيقة عندي، والطرف الآخر يمثل خصما في هذا الإطار، إذن قد أسوغ لنفسي كل ذلك. الله سبحانه وتعالى أرسل النبيين عليهم السلام مبشرين ومنذرين، وما جعل لأحد منهم القوة القاهرة لإجبار الناس على أن يؤمنوا بهذه الفكرة أو تلك. مسؤولية النبيين، مسؤولية الأنبياء عليهم السلام، مسؤولية الرسل عليهم السلام أن يبلغوا، أن يقيموا الحجج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا تجبرهم؟ لا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله يحاسبهم. ولنعلم أن كثيرا من التفاصيل الفرعية ذات العلاقة بالدين، سواء على المستوى الفكري أو الشرعي أو التاريخي، إنما هي اجتهادات قد نلتقي عليها وقد نختلف فيها، وأن الله سبحانه وتعالى لن يسألنا عنها إن كنا قد جهلناها أو أخذنا بها وفق ما بلغنا من حجج وأدلة. وبالتالي فلنعذر بعضنا بعضا، ولا نحول هذه الأمور إلى مادة للتنازع وخلق التحزبات الشيطانية
وتمحورات الشخصانية وتدمير ما تبقى من أسس التقارب وأسباب الوحدة. وما الخصومة في الدين إلا باب من أبواب الشيطان ومغضبة للرحمن. البديل هو ما أرشد إليه الإمام الكاظم عليه السلام في نهاية الحديث حيث قال: مر أصحابك أن يكفوا من ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين. ما البديل؟ ويجتهدوا في عبادة الله عز وجل، ويجتهدوا في عبادة الله عز وجل. إن شاء الله نلتقي مجددا في حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.